الأخبار من الحدث. بلجيكا تبدأ اليوم محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي مع 3 آخرين بتهمة التخطيط لقتل معارضي. وسط أجواء من التفاؤل، اللقاء التشاوري البرلماني الليبي يختتم غدا في المغرب، وترقبون الاجتماع النيابي في غدامس الليبية. ترامب يقول إن تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل، وسيتم تسليمه إلى العاملين في الخطوط الأمامية أولاً. أسعد الله صباحكم بكل خير، أحييكم من قناة الحدث، فأهلا بكم إلى نشرة مفصلة. تنطلق اليوم في أنتورب شمال بلجيكا محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي والمتهمين 3 الآخرين في قضية التخطيط لتفجير تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب باريس. قضاة المحكمة الجنائية في أنتورب ينظرون في التهم الموجهة إلى الموقوفين، وتتصل القضية بمحاولة القتل الإرهابي والمشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية. المحققون ينسبون إلى الدبلوماسي الإيراني لدى النمسا أسد الله أسدي مسؤولية القيادة الميدانية للفريق المكلف بمهمة تفجير التجمع. وقد اعتقل أسدي في ألمانيا، حيث دلت بيانات جهاز الحاسوب الذي كان في حوزته أنه يشرف على تنفيذ مخطط التفجير. مسؤول استخباراتي بلجيكي سابق قال إن المخطط دبر من قبل إيران. أفادت مصادر الحدث أن اللقاء التشاوري البرلماني الليبي يختتم فعالياته يوم السبت المقبل في مدينة طنجة المغربية، ودعا النواب الليبيون في مسودة البيان الختامي لانتصار التوافقات ووضع حد نهائي للفرقة السياسية. وأضافت المصادر أن البيان الختامي سيؤكد على موعد الانتخابات القادمة في ليبيا. النائب الليبي سليمان محمد الفقيه وصف الاجتماع التشاوري بالناجح، كاشفا عن اجتماع نيابي في الأيام المقبلة في ليبيا لإتمام بعض الاستحقاقات. وأعتقد أن النواب يعني استشعروا مسؤوليتهم الكبيرة، وخاصة في هذا الظرف. تم تفهم مبدئيا على أن تكون فيه جلسة في ليبيا، أقرب مدينة ربما تكون غدامس، في أقرب وقت، ربما بعد أيام، لا تتجاوز الأيام، خلال الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، لإتمام الاستحقاقات التي تتوجب على نواب الأمة. وأعتقد أن مجلس النواب، نواب الأمة، لهم تقصير، ولكن حمل عليهم بعض الأشياء التي لم يكونوا هم السبب فيها. نتمنى أن يكون في تعاون من الجميع للخروج بليبيا إلى بر الأمان.
حذرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة، كما حذرت من المساس بالإيرادات النفطية المحتجزة بحسابات المؤسسة الوطنية في المصرف الليبي بالخارج. وأضافت المؤسسة أن مسألة احتجاز عائدات النفط في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي يعد ترتيبا مؤقتا في انتظار تسوية سياسية شاملة وتوافق بين الأطراف الليبية على نموذج جديد لإدارة شفافة لعائدات النفط والغاز. وبحسب بيان المؤسسة الوطنية فإن إجمالي الخسائر نتيجة عمليات الإغلاق هذا العام بلغت حوالي 11 مليار دولار. هدوء حذر يسود شوارع مدينة سرت الليبية التي اهتزت لسنوات بعد ثورة على نظام القذافي أعقبتها سطوة داعش ثم سيطرة الميليشيات، لكن في هذه الأيام استعاد أهالي سرت بعض الطمأنينة بفضل جهود اللجنة العسكرية المشتركة التي حلت لافتتها هذه في مقر داعش بمدينة سرت. كعسكريين لأرض الواقع نقول إن شاء الله في الواقع موجود إن اللجنة في إيقاف إطلاق النار. في العاصمة طرابلس تبدو الأجواء هادئة أيضا مع توجس البعض من العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة من خلال ما يسمى بالحوار الليبي تلعب بسياسة الكيل بمكيالين. لكن في بنغازي أقصى الشرق الليبي يسود تفاؤل لدى البعض بتحقيق مصالحة ليبية. الانتخابات متوقفة على شيئين، أولا ليبيا لازم يكون عندها حكومة واحدة وتوحد الأجسام السيادية، اثنين الانتخابات في ليبيا لابد من مصالحة يعني شاملة. على الأرض أوضاع هشة وألغام في الطريق مع استمرار الحشد العسكري على الجبهات وعدم سحب طرفي الصراع آلياته من المناطق المتنازع عليها وسط البلاد حيث منابع النفط. عقدت السعودية والإمارات ومصر والأردن اجتماعا تشاوريا على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها. وبحث المسؤولون الدبلوماسيون سبل تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها. كما تم بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري. بدورها أعلنت الخارجية المصرية عقد اجتماع رفيع المستوى مع ثلاث دول عربية أخرى لبحث تطورات الأزمة السورية والسبيل إلى حلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه. جاء ذلك خلال حديث ترامب مع القوات الأمريكية عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، وقال إنه سيتم إرسال اللقاح أولا إلى العاملين في الخطوط الأمامية وفي المجال الطبي وكبار السن. وضع نظام تصنيف جديد في إنجلترا، ثلث سكان البلاد في أعلى مستوى التقيد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا. وحث وزير الصحة البريطاني الناس على الالتزام بقواعد الحد من الجائحة للتحكم بمستوى نقل العدوى وإنقاذ الأرواح. إنهاء الإغلاق الوطني في إنجلترا الأربعاء المقبل سيحل مكانه تصنيف مدن ومناطق ضمن ثلاثة مستويات بحسب انتشار الفيروس فيها، وتفرض عليها قيود متفاوتة شمال شرق إنجلترا وشمال غربها، إضافة إلى وسط البلاد ستخضع لأشد القيود. للحفاظ على سلامة الناس وعلى المكاسب التي حققناها، فإن مناطق أكثر من ذي قبل وضعت في أعلى مستويين. هذا ضروري لحماية خدمات الصحة الوطنية وإبقاء الفيروس تحت السيطرة. ثلاث مناطق فقط في جنوب البلاد صنفت في المستوى الأول وهو الأقل صرامة، فيما سيخضع ما يقارب من نصف سكان إنجلترا لقيود المستوى الثاني، ومن بينها لندن وليفربول، وتشمل منع الاختلاط المنزلي والالتزام بتجمع لا يزيد على 6 أفراد في الهواء الطلق، كما ينصح بتفادي التنقل كلما أمكن والسماح لحضور محدود في الأحداث الرياضية والترفيهية. أما المستوى الثالث وهو الأشد قيوداً فيحظر تجمع الناس في أغلب الأماكن مع احترام قاعدة الاختلاط في الأماكن العامة. المطاعم ستقدم خدمة التوصيل أو خدمة المناولة فقط.
أتفهم التأثير الذي ستحدثه هذه الإجراءات، ولكنها ضرورية. ستراجع في غضون أسبوعين ونبقيها قيد المراجعة بانتظام بعد ذلك. قيود المستويات الثلاثة هي أقل صارمة من الإغلاق الوطني، واعتمدت الحكومة بناء على استرشادها بالعلم والوضع الحالي لانتشار الفيروس. قبل دخول قواعد السيطرة على جائحة كورونا حيز التنفيذ سيصوت النواب عليها، وكما المرة الماضية سيتم تمريرها بدعم من حزب العمال المعارض رغم عصيان محدود من أعضاء حزب المحافظين. مصطفى زارو، الحدث، لندن. أهم الأخبار من الحدث. بدء محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي ومتهمين ثلاثة آخرين في بلجيكا في قضية التخطيط لتفجير تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب باريس. مصادر الحدث تؤكد أن اللقاء التشاوري البرلماني الليبي يختتم فعالياته يوم السبت في طنجة المغربية، وبرلماني يتحدث عن لقاء جديد في ليبيا. المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحذر من توقف الإنتاج وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة، كما حذرت من المساس بالإيرادات النفطية المحتجزة في المصرف الليبي بالخارج. فرنسا تنظم مؤتمراً دولياً للمساعدات الإنسانية للبنان في الثاني من شهر ديسمبر القادم، وماكرون يؤكد في رسالة للرئيس عون أن باريس تعمل مع شركائها لعقد المؤتمر. السفيرة الأمريكية في بيروت تبلغ سعد الحريري رفض الإدارة الأمريكية الصارم لمحاولات ميليشيا حزب الله اختراق الحكومة المقبلة تحت طائلة العقوبات. جريفيث يحذر من عواقب وخيمة جراء استمرار النزاع في اليمن ومن مجاعة تلوح في الأفق، داعيا إلى التكاتف لتجنبها والضغط على أطراف الصراع. السعودية والإمارات ومصر والأردن يبحثون في اجتماع تشاوري على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية تطورات الأزمة السورية والسبل إلى تسويتها وفقا لقرار مجلس الأمن. ترامب يقول إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه، وأنه سيتم تسليم اللقاح إلى العاملين في الخطوط الأمامية أولا. مجلس الوزراء السوداني يعلن إصابة 19 موظفاً بالمجلس بكورونا بعد مخالطتهم وزيراً مصاباً بالفيروس، ويؤكد أن نتيجة عبد الله حمدوك أتت سلبية. إلى اللقاء. ترك مدينته المحروقة بلا وجهة، ركب البحر بحثاً عن الحياة، فغدرت أمواجه، ولم يخلص ذلك القارب الصغير
فمن الذي نجا؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين. الأخبار من الحدث. بلجيكا تبدأ اليوم محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي مع ثلاثة آخرين بتهمة التخطيط لقتل معارضي. وسط أجواء من التفاؤل، اللقاء التشاوري البرلماني الليبي يختتم في المغرب، وترقب الاجتماع النيابي في غدامس الليبية. ترامب يقول إن تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم تسليمه إلى العاملين في الخطوط الأمامية أولاً. أهلاً ومرحباً بكم من جديد. تنطلق اليوم في أنتورب شمال بلجيكا محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي مع المتهمين الثلاثة الآخرين في قضية التخطيط لتفجير تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب باريس. قضاة المحكمة الجنائية في أنتورب ينظرون في التهم الموجهة إلى الموقوفين، وتتصل القضية بمحاولة القتل الإرهابي والمشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية. المحققون ينسبون إلى الدبلوماسي الإيراني لدى النمسا أسد الله أسدي مسؤولية القيادة الميدانية للفريق المكلف بمهمة تفجير التجمع. وقد اعتقل أسدي في ألمانيا، حيث دلت بيانات جهاز الحاسوب الذي كان في حوزته أنه يشرف على تنفيذ مخطط التفجير. مسؤول استخباراتي بلجيكي سابق قال إن المخطط دبر من قبل إيران. أفادت مصادر الحدث أن اللقاء التشاوري البرلماني الليبي يختتم فعاليته يوم السبت المقبل في مدينة طنجة المغربية. ودعا النواب الليبيون في مسودة البيان الختامي لانتصار التوافقات ووضع حد نهائي للفرقة السياسية. وأضافت المصادر أن البيان الختامي سيؤكد على موعد الانتخابات القادمة في ليبيا. النائب الليبي سليمان محمد الفقيه وصف الاجتماع التشاوري بالناجح، كاشفا عن اجتماع نيابي في الايام المقبله في ليبيا لاتمام بعض الاستحقاقات. واعتقد ان النواب يعني استشعروا مسؤوليتهم الكبيره وخاصه في هذا الظرف. تم التفاهم مبدئيا على ان تكون فيه جلسه في ليبيا، اقرب مدينه ربما تكون غدامس، في اقرب وقت ربما بعد ايام، لا تتجاوز الايام، خلال الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، لإتمام الاستحقاقات التي تتوجب على نواب الأمة. وأعتقد أن مجلس النواب، نواب الأمة،
لهم تقصير، ولكن حمل عليهم بعض الأشياء التي لم يكونوا هم السبب فيها. نتمنى أن يكون في تعاون من الجميع للخروج بليبيا إلى بر الأمان. حذرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة، كما حذرت من المساس بالإيرادات النفطية المحتجزة بحسابات المؤسسة الوطنية في المصرف الليبي بالخارج. وأضافت المؤسسة أن مسألة احتجاز عائدات النفط في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي يعد ترتيبا مؤقتا في انتظار تسوية سياسية شاملة وتوافق بين الأطراف الليبية على نمو نموذج جديد لإدارة شفافة لعائدات النفط والغاز. وبحسب بيان المؤسسة الوطنية فإن إجمالي الخسائر نتيجة عمليات الإغلاق هذا العام بلغت حوالي 11 مليار دولار. هدوء حذر يسود شوارع مدينة سرت الليبية التي اهتزت لسنوات بعد ثورة على نظام القذافي أعقبتها سطوة داعش ثم سيطرة الميليشيات. لكن في هذه الأيام استعاد أهالي سرت بعض الطمأنينة بفضل جهود اللجنة العسكرية المشتركة التي حلت لافتتها هذه في مقر داعش بمدينة سرت. كعسكريين للأرض الواقع نقول إن شاء الله في الواقع موجود إن اللجنة في إيقاف إطلاق النار. في العاصمة طرابلس تبدو الأجواء هادئة أيضا مع توجس البعض من العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة من خلال ما يسمى بالحوار الليبي تلعب بسياسة الكيل بمكيالين. لكن في بنغازي أقصى الشرق الليبي يسود تفاؤل لدى البعض بتحقيق مصالحة ليبية. الانتخابات متوقفة على شيئين، أولا ليبيا لازم يكون عندها حكومة واحدة وتوحد الأجسام السيادية، اثنين الانتخابات، طبعا الانتخابات في ليبيا لابد من مصالحة يعني شاملة. على الأرض أوضاع هشة وألغام في الطريق مع استمرار الحشد العسكري على الجبهات وعدم سحب طرفي الصراع آلياته من المناطق المتنازع عليها وسط البلاد حيث منابع النفط. كشفت صحيفة سترانا الأوكرانية عن أدلة جديدة ومقاطع فيديو تظهر تورط قطر في إرسال أموال وأسلحة إلى مجموعات مسلحة في سوريا تدعمهم تركيا. الصحيفة التقت ضابطا تركيا منشق كان له دور بارز في عملية شراء الأسلحة بأموال قطرية. اتهامات جديدة تكشف تدخلات قطر في الشأن السوري على مدى أعوام بالسلاح والمال. جديد تورط الدوحة نشرته صحيفة أوكرانية من خلال لقاء موثق بالأدلة والصور يتحدث عن إرسال قطر أسلحة وأموالا كثيرة لمجموعات مسلحة في سوريا تدعمها تركيا، وأن العملية تدار بواسطة حاويات كبيرة برعاية تركية وفقا لنور جوكهان وهو ضابط تركي منشق. هذا الضابط التركي أفصح عن مشاركته شخصيا في توريد أسلحة وأموال قطرية إلى مدينة تركية على الحدود مع سوريا تنقل بعدها إلى قاعدة عسكرية تحت حراسة مشددة. الأموال القطرية كانت تسلم لنوري جوكهان لشراء أسلحة للجيش التركي من دول أوروبية وآسيا الوسطى ترسل بعدها للمجموعات المسلحة الموالية في سوريا. وحسب جوكهان فإن تكلفة الأسلحة التي تدفعها الدوحة تتراوح بين 2.4 مليون دولار تدفع نقدا إلى تجار الأسلحة تنقل مباشرة من تركيا بإشراف المخابرات التركية. كما يقول جوكهان إنه زود المسلحين في سوريا ب49 شحنة أسلحة بين عامي 2012 و2015، وأن عملية نقل الأسلحة كانت تتم بواسطة شاحنات تركية تحمل أيضاً مؤناً غذائية. ووفقاً للصحيفة الأوكرانية فإن الأسلحة التي تم شراؤها بأموال قطرية لدعم المسلحين في سوريا أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء. عقد
عقدت السعودية والإمارات ومصر والأردن اجتماعا تشاوريا على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية والسبيل من أجل تسويتها. وبحث المسؤولون الدبلوماسيون السبل من أجل تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها. كما تم بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري. بدورها أعلنت الخارجية المصرية عقد اجتماع رفيع المستوى مع 3 دول عربية أخرى لبحث تطورات الأزمة السورية والسبيل إلى حلها. واتخاذ كافة حذر المبعوث اليمني الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث من عواقب وخيمة جراء استمرار النزاع وعدم إيقاف الحرب في اليمن. وقال جريفيث إن الوقت قد حان لإيقاف هذه الحرب داعيا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للضغط على أطراف الصراع. ونبه جريفيث إلى أن هناك مجاعة تلوح في الأفق داعيا إلى التكاتف لتجنبها. وشدد جريفيث على الحاجة إلى فتح البلاد أمام المساعدات الإنسانية والأدوية وإعادة بناء الخدمات الصحية على الفور. في اليمن أعمال ترميم ورصف ينفذها صندوق التحسين والنظافة في محافظة مأرب ما أعطى المحافظة شكلا جديدا وحديثا بعد أثر الدمار الذي خلفته الميليشيات الحوثية. التفاصيل في هذا التقرير مع الزميل هانس فيان. نتابع. 254,000 شجرة زرعها صندوق النظافة والتحسين في محافظة مأرب ضمن خطة تشجير بعد تجاوز سكان المحافظة 3 ملايين نسمة. إلى جانب عملية التشجير يستمر الصندوق في رصف الطرق السريعة وبين أحياء المدينة والتي بلغت أكثر من 49,000 متر مربع. يتحمل الصندوق النظافة والتحسين أعمال النظافة بشكل عام سواء في الأحياء أو في الشوارع أو في المرافق، وأيضا يتولى قضية الصندوق النظافة والتحسين أيضا يقوم بأعمال التحسين المتمثلة بالتشجير بأنواعه وأيضا أرصفة الشوارع سواء الجانبية أو الوسطية وأيضا بأعمال الإنارة. يعمل الصندوق مع جهات إنسانية وتنموية تساعده على تسيير عمله دون توقف، خاصة في ظل ما خلفته الميليشيات الحوثية من أثار دمار على المحافظة. لا ننسى أن نشيد بالأخوة في المملكة العربية السعودية والمتمثلة في عدة مشاريع موجودة في اليمن، سواء مركز الملك سلمان الذي يقوم بالأعمال الخيرية والإنسانية وجهوده يعني مشكورة وملموسة في اليمن بشكل عام، أيضا المشروع السعودي لتنمية وإعمار اليمن. مأرب المحافظة الآمنة تسعى لأن تصبح منطقة خضراء وصحية في ظل ما تشهده من تطور ودعم من قبل السلطة المحلية. هانس فيان، الحدث، محافظة مأرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمس أن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه. جاء ذلك خلال حديث ترامب مع القوات الأمريكية عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، وقال إنه سيتم إرسال اللقاح أولا إلى العاملين في الخطوط الأمامية وفي المجلس في المجال الطبي وكبار السن. وفي السودان أعلن مجلس الوزراء إصابة 19 موظفا بالمجلس بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعد مخالطتهم وزيرا مصابا بالفيروس. هذا وأكد إعلام مجلس الوزراء أن نتيجة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أتت سلبية، وأوضح التعميم أن النتيجة أتت إيجابية لكل من مستشار الإعلام بمكتب رئيس مجلس الوزراء ومحمود حسين مسؤول الشؤون المالية والإدارية بمكتب رئيس مجلس الوزراء ويوسف البشير مدير مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء و16 آخرين من موظفي رئاسة مجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن الإصابات جاءت نتيجة مخالطة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس الذي تأكدت إصابته. سجلت تركيا رقما قياسيا للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي بعد وفاة 174 شخصا خلال الساعات 24 الماضية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. هذا وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت أكثر من 29 ألف إصابة من بينها حالات لم تظهر عليها أعراض. ومنذ شهر يوليو الماضي لم تعلن أنقرة سوى عن الحالات التي تظهر عليها أعراض، فيما وصل إجمالي
الإصابات إلى 47,000 إصابة، أما العدد الإجمالي للوفيات فقد وصل إلى 13,000 وفاة. وضع نظام تصنيف جديد في إنجلترا وضع ثلث سكان البلاد في أعلى مستوى التقيد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا. إنهاء الإغلاق الوطني في إنجلترا الأربعاء المقبل سيحل مكانه تصنيف مدن ومناطق ضمن ثلاثة مستويات بحسب انتشار الفيروس فيها، وتفرض عليها قيود متفاوتة شمال شرق إنجلترا وشمال غربها، إضافة إلى وسط البلاد ستخضع لأشد القيود. للحفاظ على سلامة الناس وعلى المكاسب التي حققناها، فإن مناطق أكثر من ذي قبل وضعت في أعلى مستويين. هذا ضروري لحماية خدمات الصحة الوطنية وإبقاء الفيروس تحت السيطرة. ثلاث مناطق فقط في جنوب البلاد صنفت في المستوى الأول وهو الأقل صرامة، فيما سيخضع ما يقارب من نصف سكان إنجلترا لقيود المستوى الثاني، ومن بينها لندن وليفربول، وتشمل منع الاختلاط المنزلي والالتزام بتجمع لا يزيد على 6 أفراد في الهواء الطلق، كما ينصح بتفادي التنقل كلما أمكن والسماح لحضور محدود في الأحداث الرياضية والترفيهية. أما المستوى الثالث وهو الأشد قيوداً فيحظر تجمع الناس في أغلب الأماكن مع احترام قاعدة الاختلاط في الأماكن العامة. المطاعم ستقدم خدمة التوصيل أو خدمة المناولة فقط. أتفهم التأثير الذي ستحدثه هذه الإجراءات، ولكنها ضرورية، ستراجع في غضون أسبوعين ونبقيها قيد المراجعة بانتظام بعد ذلك. قيود المستويات الثلاثة هي أقل صارمة من الإغلاق الوطني، واعتمدت الحكومة بناء على استرشادها بالعلم والوضع الحالي لانتشار الفيروس. قبل دخول قواعد السيطرة على جائحة كورونا حيز التنفيذ سيصوت النواب عليها، وكما المرة الماضية سيتم تمريرها بدعم من حزب العمال المعارض رغم عصيان محدود من أعضاء حزب المحافظين. مصطفى زارو، الحدث، لندن. والآن مشاهدينا نبقى مع المقابلة التي أجرتها قناة الحدث مع رئيس المجلس الجزائري لحقوق الإنسان بوزيد الزهري. إلى اللقاء. من الجزائر، رئيس المجلس الجزائري لحقوق الإنسان السيد بوزيد الزهاوي، مرحبا بك معنا سيد بوزيد الزهاري إلى حدث اليوم. واليوم برأيك على ما يستند البرلمان الأوروبي في ما يدعي أنها حالة من التدهور لوضع حقوق الإنسان في الجزائر؟ بارك الله فيك. أولا أنا أتساءل عن هذا التوقيت نعم، أهلا وسهلا. أنا أتساءل في هذا التوقيت الذي اختاره البرلمان الأوروبي ليتكلم عن هذا الموضوع بالضبط، وهو نسي أنه على حدودنا الغربية هناك مشكل الصحراء الغربية، أين تقرير المصير، وهو من حقوق الإنسان الأساسية والأمم المتحدة تقول به، وهناك يعني استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين بشكل سلمي في منطقة القرقرات. هذه لا يتكلم في هذا الظرف بالضبط يتكلم، والعنوان في الحقيقة مثير لغياب الموضوعية ولغياب التوازن، لأنه العنوان عنوان هذه التوصية هو تأزم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وقضية الصحفي خالد الضرارني، وهي كلها في الحقيقة تدور على خالد الضرارني هذا، لأنه هذا هو ممثل في الحقيقة ما يسمى بالمراقبين سون فرونتيار يعني، وأيضا هو بين قوسين فرنسا الخامسة يعني قناة التلفزيونية. ماذا أقول في الحقيقة؟ هو أنه كما قلت لكم يتكلم كأمثلة يقدمها عن هذا التأزم، أن هناك اعتقالات واسعة وهناك توقيفات تعسفية بدون أن يقدم أدنى دليل على ذلك، بمعنى بأرقام، وخصوصا ونحن نتكلم عن حراك شعبي خرج فيه أكثر من 20 مليون شخص،
هو يقول جاء في التوصية في بعض الأحيان في نوفمبر هذا صادقت الجزائر على دستور يحتوي الكثير من الحقوق المهمة لم يشير لها أبدا الموضوعية تقتضي. نعم، ولكن أشرت أنت سيد وزير في البداية إلى التوقيت وتساؤلات واستفهامات حول التوقيت، كيف قرأتم ذلك؟ لماذا؟ نعم أنا أجبت، بمعنى كان على البرلمان الأوروبي هناك تأزم حالة حقوق الإنسان ليس في الجزائر إنما في الصحراء الغربية، لكن هو نقلها إلى الجزائر وبدأ يتكلم في بعض الأشياء الغير حقيقية. مثلا يقول يجب على الدولة أن تحارب الرشوة، وهو نسى بأن الجزائر هي في قمة يعني محاربة الرشوة، هناك رئيسي حكومة راهم في السجن بتهمة يعني لمحاربة الفساد ووزراء والحملة متواصلة، وهو يطلب من الحكومة الجزائرية أن تقوم بمحاربة الرشوة. هو أيضا يطلب من الحكومة الجزائرية ضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات، والدستور يقول يجب أن تعاد النظر فيها لأنه تخلينا عن نظام، دخلنا نظام ما يسمى بالتصريح وهو نظام متقدم بالنسبة لي. كل الكلام هذا الذي قالوا قلناه نحن كمجلس وطني لحقوق الإنسان في تقريرنا المرفوع للسلطات العليا في البلد، وهو يتضامن، يقول نحن نتضامن مع الحراك الشعبي في الجزائر لمطالبته بالديمقراطية وبالشفافية وبانتخابات حرة، هذه نحن نقوم بها يوميا وهذه مجسدة في الدستور. هذا هو اللي نتساءل عن التوقيت. طيب سيد بوزيد، نعم. هذه ليست هي المرة الأولى التي يفتح فيها البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان في الجزائر، وقبل أن الجزائر كذلك انتقدت ذلك، هل قدمتم أي دلائل تفند هذه الإدعاءات حول تدهور حقوق الإنسان في الجزائر؟ نعم، بطبيعة الحال نحن الجزائر كأي دولة في العالم لا يمكن أن ننفي أنه توجد في بعض الانتهاكات، لكنها ليست سياسة دولة وكذا تقع، ونحن هنا القضاء لمواجهة، القضاء الجزائري لمواجهة هذه الانتهاكات، ونحن كمجلس وطني لحقوق الإنسان نستقبل يومين الكثير من الشكاوى التي تتكلم عن هذه الانتهاكات. لهذا فأنا من هذا المنبر أقول بالنسبة لمحامي خالد الضرارني ولعائلتي إلى آخره أن يتقدموا إلى المجلس، لأنه هنا نحن نسهر على أنه يجب أن تكون هناك المحاكمة العادلة، بمعنى نحن لا نتدخل في عمل القضاء لكن نسهر على أن المتهم يجب أن يكون له الوقت الكافي للإطلاع على ملفه، أن يكون له دفاع، أن يحاكم في وقت يعني معقول، لأنه التقرير يتكلم عن حواج غير موضوعية تماما. مثلا يقول أن هناك مساجين في الحبس المؤقت لفترات غير محددة، وهذا كلام لا نقبله، يقدم لنا الدليل، لأنه هذه تعتبر جريمة في القانون الجزائري، لأنه نحن بالنسبة للوجود تواجد في السجن قانون الإجراءات الجزائية يحدد بالضبط المدد لا يمكن نتجاوزها، لو نتجاوزها ندخل في جريمة الحبس التعسفي التي هي جريمة في قانون العقوبات، هذا ما نقوله يعني في الحقيقة. إذن ففيه الكثير من عدم الموضوعية، وربما الاستماع لأطراف محددة هي معارضة ومن حقها أن تكون معارضة في الجزائر. بالنسبة للصحفيين، نحن عندنا 8000 صحفي في الجزائر وعندنا أكثر من 128 جريدة يومية، إذن فهم يمارسون هذه الحرية وينتقدون النظام، لأنه جاء مثلا يقول بأنه المادة 54 من الدستور تتكلم أنه يجب من بين القيود هي الثوابت الوطنية، قال أنه هذا فيه مس بحرية التعبير، بينما إعلان فيينا لسنة 1993 يعترف بالخصوصية بالنسبة لهذه الموضوع. إذن فكيف نقول بأنه هذا فيه مس ويأتي بالمثال، يقول أن لجنة حقوق الإنسان الأممية، بالمناسبة أنا كنت عضوا فيها في جنيف، يقول أن في تعليقها 34 تقول يجب لا نمس بانتقاد النظام السياسي نعم ينتقدون النظام السياسي والنظام الاجتماعي، وهذا موجود في الجزائر، يعني اقرأ الصحف الجزائرية سوف تكون لك ينتقدون رئيس الجمهورية، ينتقدون الوزراء، ينتقدون أنا يوميا وفي بعض الأحيان خصوصا في هذه وسائل التواصل الاجتماعي حتى بالكلمات القبيحة الخارجة عن، ومع ذلك فنحن يعني نقبل لأننا نعتبر أن حرية التعبير هي العمود الأساسي
للديمقراطية ونحن ندافع عنها، ويجب ولا يمكن أن يسجن الصحفي لأقواله ولكتاباته. لأجل الصحفيين الموجودين في السجن، ونحن سألنا السلطات بمعنى كيف صحفي تضعه في السجن، يقول نحن لم نضعه من أجل آرائه السياسية إنما لأنه ارتكب جرائم أخرى. إذا فلنذهب إلى ملفات هؤلاء الصحفيين المتابعين، سوف تجدين بأن الجرائم المتابعة فيها هي مثلا المادة 79 من قانون العقوبات، حول التجمهر الغير المرخص به، حاجات في قانون العقوبات. وأنا مع أن هؤلاء الأشخاص ومحامي إذا كانوا غير مقتنعين بهذه التهم، ولهم الحق أن يكونوا غير مقتنعين، فليستخدموا أدوات التي يسمح بها القانون، وسائل الانتصاب ووسائل الجبر، ونحن معهم، وأنا أدعوهم للإتيان. إذا فنحن متفتحين بالنسبة لمسألة حقوق الإنسان. طيب لا يوجد سيد بوزيد، هناك وضعية عادية. ذكرت أكثر من مرة أن بيان البرلمان الأوروبي مبني فقط على قضية خالد الدرارني، هل برأيك هذا هو السبب الوحيد؟ لا أقول أن السبب الوحيد، لكن لما تقرأنا قرأت هذه التوصية فيها حوالي 20 مادة. عندما تصلين إلى الفقرة الخاصة بخالد الدراني تجدها طويلة، وهناك مس برأيه، وفيه جاب كل تاريخه والمرات التي تم توقيفه فيها، وذهبوا إلى حد القول أنه حاول رشوته حتى لا يقول كلام، يعني فيه كثير من الكلام، وهم لم يطلعوا على الملف القضائي المتابع به خالد الدراني. الآن هنالك كتوتر قائم سيد بوزيد، اسمح لي فقط هنا المجلس. نعم اسمح لي فقط هنا، أعتذر للمقاطعة. هنالك مصالح تجمع دول جنوب المتوسط بالجزائر، برأيك ألن تتأثر هذه المصالح بالتوتر القائم الآن؟ لا أظن ذلك، هذا كلام في البرلمان، كما تعرفون الكلام للبرلمان كلام، والحكومات لها كلام، تعرفين هكذا توزيع الأدوار على مستوى. ونحن نعيش احنا الآن أيضا، لا نحن نعيش الآن في البدايات الحقيقية للديمقراطية، لأنه مثلا بالمناسبة تكلموا قالوا يجب الذهاب إلى الانتخابات النزيهة والشفافة، نحن دخلنا في هذه في قلب الحراك، بمعنى تم وضع إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، تم إبعاد الحكومة تماما، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الاتصال، كلهم تم إخراجهم. الآن في هيئة مستقلة تتكون من نشطاء المجتمع المدني ومن أساتذة الجامعات ومن شخصيات مستقلة، هي التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، وهي التي أشرفت على الانتخابات الأخيرة، ولا يوجد أي حتى بالنسبة للمعارضة لا تطعن بالتزوير. إذن فهذه العملية نحن سائرين فيها لأننا نؤمن بها، ولأن نحن كما تعرفون دولة لها تاريخ، بمعنى دفعنا الغالي والنفيس مليون ونصف شهيد من أجل تحريرنا، والأباء المؤسسين وضعوا بيان أول نوفمبر الذي هو وثيقة حقيقية لحق الإنسان، هو كل ماجنا كارتا. ماذا يقول؟ يقول يجب بناء دولة ديمقراطية، بمعنى دولة نابعة من إرادة الشعب الحقيقية وفي خدمته وحده. إذن فهناك محاربة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحماية الصحفيين هي في قلب اهتماماتنا، ومن يقول العكس له الحق أن يقول ذلك، لكن يتقدم منا ويقدم لنا الأدلة، ونحن نتدخل لدى السلطات المعنية من أجل وقف هذا المساس بحرية الصحافة. من الجزائر رئيس المجلس الجزائري لحقوق الإنسان السيد وزيد الزهاري، شكرا جزيلا لك سيد الزهاري على ما تفضلت به من إيضاحات في هذه المداخلة، شكرا لك.
لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة. أصبحنا الحدث. الأخبار من الحدث. بلجيكا تبدأ اليوم محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي مع ثلاثة آخرين بتهمة التخطيط لقتل معارضي. وسط أجواء من التفاؤل، لقاء تشاوري البرلمان الليبي يختتم غدا، يختتم في المغرب، وترقب الاجتماع النيابي في غدامس الليبية. ترامب يقول إن تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم تسليمه إلى العاملين في الخطوط الأمامية أولاً. أهلا بكم مشاهدينا. سنبث صور مباشرة لوصول جثمان الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السوداني إلى العاصمة السودانية الخرطوم قادما من الإمارات، حيث من المتوقع أن يوارى الثرى في قبة المهدي في مدينة أم درمان كبرى مدن الخرطوم. وقد دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وأصيب المهدي بهذا الفيروس في شهر أكتوبر الماضي ونقل بعده لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان قبل أن يستولي نظام البشير على السلطة بانقلاب عسكري. هذه الصور نبثها مباشرة من الخرطوم من العاصمة السودانية، حيث يستقبل جثمان الصادق المهدي ومن المنتظر أن يوارى الثرى صباح هذا اليوم. القيادات في استقباله كما نشاهد من خلال هذه الصور. إذن الصادق المهدي في ذمة الله رئيس حزب الأمة القومي عن عمر يناهز 84 عاما، كان قد نقل إلى الإمارات العربية من السودان من أجل تلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقد وافته المنية أمس يوم الخميس. يعد الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان قبل أن يستولي نظام البشير على السلطة بانقلاب عسكري. ننتقل مشاهدينا مباشرة أيضا، حيث ينضم إلينا من الخرطوم مراسل الحدث الزميل محمد عثمان. محمد صباح الخير، هل تحدثنا أكثر عن الترتيبات؟ من في استقبال جثمان الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، وما هي الاستعدادات والترتيبات؟ نعم أهلا بك. الاستعدادات بدأت منذ فجر هذا اليوم، وذلك بتجهيز مراسم تشييع رسمية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة. بلا شك الآن أرى من على البعد عدد من أعضاء مجلس السيادة وأيضا عدد من الوزراء حضروا منذ الصباح الباكر، وذلك لاستقبال جثمان الإمام الصادق المهدي. بطبيعة الحال هنالك الكثير من الكيانات السياسية حضرت لتشارك في هذا الصباح.
معروف عنه بأنه شغل مناصب عدة، كان مفكر وسياسي، عمل طيلة حياته يعني في المجال السياسي. محمد. نعم صحيح، كما ذكرتي شخصية الإمام الصادق المهدي هو يعتبر رمز تاريخي هنا في السودان. هذا الرجل سياسيا ومفكرا ويعتبر علامة فارقة في صفحات التاريخ السياسي السوداني. لطالما وصف بأنه حكيم السياسة السوداني، وأيضا لمواقفه الطويلة والمشهودة منذ ستينيات القرن الماضي، إبان توليه رئاسة الوزراء على فترتين. نعم، نشاهد ونتابع وصول جثمان الصادق المهدي إلى الخرطوم قادما من الإمارات العربية المتحدة. مراسم تشييع مهيبة كما نشاهد من خلال هذه الصور. الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السوداني يصل إذن إلى العاصمة السودانية الخرطوم قادما من الإمارات العربية، حيث من المتوقع أن يوارى الثرى في قبة المهدي في مدينة أم درمان كبرى مدن الخرطوم. هذا وقد نعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بفيروس كورونا المستجد. أصيب المهدي بالفيروس في شهر أكتوبر الماضي، نقل على أثره لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية. ويعد الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان قبل أن يستولي نظام البشير على السلطة بانقلاب عسكري. تنطلق اليوم في أنتورب شمال بلجيكا محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي والمتهمين الثلاثة الآخرين في قضية التخطيط لتفجير تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب باريس. قضاة المحكمة الجنائية في أنتورب ينظرون في التهم الموجهة إلى الموقوفين، وتتصل القضية بمحاولة القتل الإرهابي والمشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية. المحققون ينسبون إلى الدبلوماسي الإيراني لدى النمسا أسد الله أسدي مسؤولية القيادة الميدانية للفريق المكلف بمهمة تفجير التجمع. وقد اعتقل أسدي في ألمانيا، حيث دلت بيانات جهاز الحاسوب الذي كان في حوزته أنه يشرف على تنفيذ مخطط التفجير. مسؤول استخباراتي بلجيكي سابق قال إن المخطط دبر من قبل إيران. أفادت مصادر الحدث أن اللقاء التشاوري البرلماني الليبي يختتم فعاليته يوم السبت المقبل في مدينة طنجة المغربية. وقد دعا النواب الليبيون في مسودة البيان الختامي لانتصار التوافقات ووضع حد نهائي للفرقة السياسية. وأضافت المصادر أن البيان الختامي سيؤكد على موعد الانتخابات القادمة في ليبيا.
النائب الليبي سليمان محمد الفقيه وصف الاجتماع التشاوري بالناجح كاشفا عن اجتماع نيابي في الأيام المقبلة في ليبيا لإتمام بعض الاستحقاقات. وأعتقد أن النواب يعني استشعروا مسؤوليتهم الكبيرة وخاصة في هذا الظرف. تم تفهم مبدئيا على أن تكون فيه جلسة في ليبيا أقرب مدينة ربما تكون غدامس في أقرب وقت ربما بعد أيام لا تتجاوز الأيام خلال الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل لإتمام الاستحقاقات التي تتوجب على نواب الأمة. وأعتقد أن مجلس النواب نواب الأمة لهم تقصير ولكن حمل عليهم بعض الأشياء التي لم يكونوا هم السبب فيها. نتمنى أن يكون في تعاون من الجميع للخروج بليبيا إلى بر الأمان. حذر يسود شوارع مدينة سرت الليبية التي اهتزت لسنوات بعد ثورة على نظام القذافي أعقبتها سطوة داعش ثم سيطرة الميليشيات، لكن في هذه الأيام استعاد أهالي سرت بعض الطمأنينة بفضل جهود اللجنة العسكرية المشتركة التي حلت لافتتها هذه في مقر داعش بمدينة سرت. كعسكريين لأرض الواقع نقول إن شاء الله في الواقع موجود إن اللجنة في إيقاف إطلاق النار. في العاصمة طرابلس تبدو الأجواء هادئة أيضا مع توجس البعض من العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة من خلال ما يسمى بالحوار الليبي تلعب بسياسة الكيل بمكيالين. لكن في بنغازي أقصى الشرق الليبي يسود تفاؤل لدى البعض بتحقيق مصالحة ليبية ليبية. الانتخابات متوقفة على شيئين، أولا ليبيا لازم يكون عندها حكومة واحدة وتوحد الأجسام السيادية، اثنين الانتخابات طبعا الانتخابات في ليبيا لابد من مصالحة يعني شاملة. على الأرض أوضاع هشة وألغام في الطريق مع استمرار الحشد العسكري على الجبهات وعدم سحب طرفي الصراع آلياته من المناطق المتنازع عليها وسط البلاد حيث منابع النفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمس أن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه. جاء ذلك خلال حديث ترامب مع القوات الأمريكية عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، وقال أنه سيتم إرسال اللقاح أولا إلى العاملين في الخطوط الأمامية وفي المجال الطبي وكبار السن. ندعوكم دائما لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب، يمكنكم أن تتفاعلوا معها، كما ندعوكم أيضا لزيارة موقعنا الإلكتروني الحدث .net. إلى اللقاء.